صلاة الله حصرياً حصرياً صلاة الله على سيد البشر منبع وأساس النور حصرياً على زفات العروس للطلب الزفة كاملة وبدون حقوق صلاة الله على سيد البشر منبع وأساس النور كثر من جاء لحفلتنا ونورها بهالجية هلا بك يا قمر هالكون يا أحلى من بنات الحور هلا بك يا جمال الورد وابعاد الرمزية يبتهاج الشعر لازم ولو حاول يجيه بصور وندري ما وفيتك وصف يا أغلى معانية قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله الخالق كثر ما طار سرب الطيور خلق فيها جمال وحسن وأوصاف خيالية جمال ودين وأخلاق وحباها الله جمال حضور وعيشتها دلال وحب وأحلام ورفاهية سوالفها عسل صافي وابتهاج حلاها نور وضحكتها قصايد شعر وبسمتها شفافية أبوها بالكرم والجود والنخوة بعد مشهور وذكرى طيبته دايم على مر الزمن حية خارج المملكة أمن كلها طيبة حنان وحبها موفور قصايد مدحنا فيها لطيبتها حقيقية وإخوان العروس عزوة المحتاج والمكسور جمايلهم على مر الزمن للناس محكية وعريسها عبد الله طال حورية حلاها وحسنها مشهور قدر يملك جمالا كل أوصافه طبيعية تميزتي عن الباقين بصوت وسالفة وحضور وصرتي في قلوب الناس محبوبة ومغلية حصرياً من العين وأذى المقهور قولوا آمين على زفات العروس طلب الزفة كاملة وبدون حقوق يرجى صالعان جوال 0-5-0-2-4-0